أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله بما تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من خدمات جليلة ورعاية واهتمام كبيرين لحجاج بيت الله الحرام. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وذلك بالقيادة العامة هذا اليوم العقيد المرشد الديني علي يوسف البعينين رئيس بعثة الحج بقوة الدفاع وعدد من المسؤولين عن البعثة، والتي ستغادر البلاد خلال الأيام القادمة إلى الديار المقدسة، مشيدا جلالته بإسهامات قوة دفاع البحرين في كافة المجالات النبيلة والإنسانية وتوفير أفضل الخدمات لمنتسبيها، متمنيا جلالة الملك المعظم القائد الأعلى لجميع حجاج مملكة البحرين وكافة ضيوف الرحمن من الدول العربية والإسلامية بأن يتقبل الله تعالى طاعتهم وأن ينعم عليهم بحج مبرور وذنب مغفور.